مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام، وهي اليوم تنعم بالأمن وتردد صدى الفن والرياضة في سمائها. وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة. رامي، صف لنا الأجواء لديك في العالمين الجديدة وأبرز الأنشطة التي تتابعها على مدار اليوم للذين يتواجدون في هذه المدينة. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات مهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان الذي انطلق بفعاليات متنوعة ليرسم لوحة فنية غنائية موسيقية ترفيهية ورياضية على أرض مدينة العالمين، وكما اعتدنا من هذا المهرجان مع نهاية عطلة الأسبوع تكون هناك عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية بمنطقة العالمين أرينا، إحدى المناطق التي يقام بها عدد من الفعاليات من خلال عنوان عريض وهو مهرجان العالم عالمين. أما إذا تحدثنا عن الفعاليات لأكثر من 50 يوم، كانت هناك عدد من الفعاليات المتنوعة، فعاليات رياضية، ثقافية، موسيقية، وأيضا مهرجان الدراما الذي كان حاضر بقوة من خلال هذه الفعاليات. أما عن الفعاليات الرياضية التي شهدتها شوارع وأيضا صالات وأيضا مواقع مختلفة من شواطئ وسواحل مدينة العالمين الجديدة، نتحدث عن رياضة الترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي الذي انطلق على سواحل مدينة العالمين. إذا تحدثنا عن رياضة التجديف ورياضة البدل على شواطئ ورمال مدينة العالمين، العديد من الفعاليات التي انطلقت من خلال العنوان العريض مهرجان العالم عالمين. واليوم تستمر الحفلات الغنائية والموسيقية على مسرح العالمين أرينا، وأيضا تستمر حتى الغد. نتحدث عن أكثر من 50 يوم من الفعاليات المتنوعة جعلت من مدينة العالمين لوحة فنية غنائية موسيقية ومقصد لسياحي لكثير جدا من المواطنين، سواء مصريين وعرب وغيرهم ومصريين مقيمين بالخارج. ومن خلال حديثي مع الكثيرين تحدثوا أن هذا الموقع وهذه المنطقة أصبحت الآن مقصد مهم لهم وواجهة سياحية بكل ما تحمله الكلمة بأغلب المواقع بها، لو تحدثنا عن الممشى السياحي، الأبراج وغيرها من العلامات البارزة لمدينة العالمين، بالإضافة إلى الروح الكبيرة التي وضعها مهرجان العالم عالمين من خلال الفعاليات المتنوعة والمستمرة حتى اليوم وغدا. هذا هو المشهد، وإليكم الكلمة. شكرا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة.